طبعاً جسمك لما بشعر بالحرارة سواء داخلية أو حتى من حرارة الجو المحيط ببدأ بقى بإفراز العرق. بدي إياك تتخيل موضوع التعرق عبارة عن وحدة تكييف مركزي، وبالتالي هذا وحدة تكييف مركزي منتشر بأكثر من مكان، حنشوف بالإبط، بباطن الإيدين أو حتى في باطن الرجلين. وبالتالي لازم تعرف انه هذا العرق اللي بيطلع هو عبارة عن 95% منه عبارة عن ماء، بالإضافة لأملاح مثل الصوديوم البوتاسيوم وشوي من اليوريا، بالإضافة لأملاح أخرى. حكينا 95% منه شو؟ مي. عشان هيك دائما بالصيف وأثناء فترة التعرق الشديدة جدا بيبدأ كتير ناس يحسوا بالجفاف أو حتى بيصير معهم أعراض جفاف ولكن ما بياخدوا بالهم منه. شو يعني أعراض جفاف؟ لما نحكي عن جفاف نحن عم نحكي عن جفاف البشرة، صداع، إرهاق طوال اليوم. وأفضل طريقة لتعرف أنه أنت فعلا معك جفاف ولا لا، الله يكرمك لما تروح على الحمام شوف لون البول. إذا كان لون البول غامق وريحته قوية معناته أنت بحاجة تشرب المزيد من الماء، أما إذا كان شفاف وريحته خفيفة فأمورك بالسليم. صحة سناب، حياتك عيشها صح في أمان الله.